مزيانه المشخشخه هذيا. دونك نعاود نحط الفيش تكنيك فيها 250 غرام درام مرحي، 150 غرام فرينه، 150 غرام تمر، مغرفه كبيره عسل، 200 مليلتر حليب، 150 غرام زيت زيتونه، مغرفه كبيره زهر، ومغرفه قشور برتقال، باكو خميره مرطبات 4 عظمات، 50 غرام جلجلين، 100 غرام فيكيا مهروشه، 100 غرام زبيب، وشويه روح شاميه باش يعطي نكهه حاجه واو. وباش نعطيكم في الوسط استوس، اذا تحبوها طريه شويه مش رزينه كيما خبزة الدرا العاديه. باهي هاي سيدي، كيفاش باش نبداو يا سنوي؟ باش نبداو بالنواشف نتاعنا نحطوهم الكل. بسم الله بسم الله. الفرينه والدرا نتاعنا يكونوا مغربلين، باش نحطوا الفرينه والدرا يكونوا مغربلين. رانا فرحانين بيك عزيزتي برشا، فرح قلبك يا مشبوبه يا عسل، قلبي يا قلبي يا سيبيا. كيفاش البروموسيون تاع عرض التبني الجمعه هذه؟ باه البروموسيون تاع عرض التبني بديت اليوم اول نهار جمعه هذه في البروموسيون، اخر نهار اخر ديلي نهار الجمعه الفوندغدي اخر نهار في البروموسيون. دونك تبعث ميساج على الباج تطلب الريب تاع بنك التجاري، تعمل لنا فيرسمون بنكير، تصور الغسو، ندخلوك في عرض التبني اللي هو لي فورماسيون تاعنا بكل، اكثر من 65 فورماسيون، وتولي اي فورماسيون عندنا تدخل فيها بلاش. دونك حطينا النواشف الكل وحطينا الفاكهه، خلينا منه شويه باش نعملوه في الوجه. خلينا شويه باش نعملوه في الوجه. عسلامة يا سماح، عسلامة يا منى. احنا حطينا الفاكهه الفاكهه نتاعنا الكل مع الفرينه والدرع باش ما باش ترزن، ما تهبطش اللوطه، تتغلف بالفرينه. الفاكهه نتاعنا تتغلف ديجا بالفرينه هي والزبيب، ما عادش تهبط لي اللوطه. باهي عاود لهم هذه الاستيوس. باهي بالنسبه للاستيوس نتاع الفاكهه، بويسكا هي خبزه الدرع اليوم معبيه ما شاء الله فاكهه وزبيب، وباش ما يلزمهاش ترزن الفاكهه وتهبط لي اللوطه كلها، يلزمها تتغلف مع الفرينه والدرع باش تعمل هكا الكوش هذيك اللي ما تخليهاش ترزن وتهبط اللوطه في القاع، تبقى موزعة في الكيكة الكل حتى كيف تطيب. اوكي هذوما النواشف نتاعنا سيبون. قشور البركان، بسم الله عليك. قالت لي بنتك مروه بعد قالت لي لازم نجيك ونجيب لك شكالك، راني نسيتو عندي ونحبك برشا تو باش تذكرتها. صحة وفرحة، خلي الشكال عندك يا مروه ذكرني بيه. هذه روح الشامية شوية بالكل خاطرها راهي قوية على الاخر القوم تاعها. دونك روح الشامية شوية، روح الشامية البودر عندنا في السونتر حاجة بنينة مش نورمال. الريحة ما نحكي لكمش. بعد دراع باش يعطي حاجة واو. يا هجورة اليوم طقس يهبل في ألمانيا، مشيت نتشم. صحة وفرحة يا هندودي، صحة وفرحة لبنتي، راك بنتي العزيزة الغالية هندودة كني. باهي دونك حطينا عاود اش حطينا؟ حطينا الدرا، الفرينة، الفاكهة نتاعنا اللي متكونة من زوزة وبوفريوة ونص أحمر وبيستاش، حطينا جلجلين. حطيناهم والبودر نتاع وزبيب والبودر نتاع قشور البرتقال والخميرة والروح الشامية. يا عيني على روح الشامية، حاجة ماهيش عادية جملة. خلطناهم الكل كيما قلنا باش ما يهبطوليش اللوطة، الفاكهة نتاعي تهبط اللوطة. ليتاب الثانية ايش يا سعاد؟ سعاد ليتاب نتاعنا الثانية باش نحط الحليب. باهي تو باش ناخذ في الميكسور نحط الحليب. وباش نحط ما فيهاش سكر، ما فيهاش سكر يا سمحة. الغسيت هذه ما فيهاش يا سعاد، غادي غادي فوقيك. اي هيك 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 هو. ما فيهاش سكر. علاش قلنا هي هيلثي؟ عوضنا السكر بالتمر، عوضنا السكر بالتمر والعسل. والعسل شوفوا كيفاش باش ندخلوها في الغسيل. حابين نحسبكم لسيدي رمضان ديجا، حابين نعوضوا باش نقصوا لكم باش نقصوا لكم السكاكر. اي تشبعوا وفرد وقت تعوض السكر. باهي دونك خذينا هنا الكونتيتي تاع الحليب وزدنا الكونتيتي تاع التمر. باش نزيدها الكونتيتي تاع العسل. نزيدوها الكونتيتي تاع العسل. مغرفة كبيرة عسل. قلبي يا قلبي، دراع وروح شامية وفيكيا، هذه ما جاتش على بالك عادي يا إلهام اللوبيا. وزيت زيتونة وعسل. وزيت زيتونة وعسل، هذه مشخشخة. والله تقتل، هذه أحسن غسيت نتاع كيك الدراع شفتها في حياتي. هذه
فيش سكر يا نادية. في والله توحشتك ساتي الغالية، لطف عليك، إن شاء الله رمضانك مبروك بنتك راوية. أي ذكرتك يا بنتي راوية يا عسل، ذكرتك. وخذوا الشكل، خذوا ذكرني به، مسمى حزينك راوية البنية الزغرونة حبيبتي. هاي سيدي توا باش ناخو بترام تاعي باش نطلع العظم. قيوة يا أنيس، قيوة أنيستي إيه سعاد قالوا لك يا قيوة أنيستي سخفتم وين مريدة الجمهور. هيا مرحبا بكم، توحشتكم. مرحبا بس كلثوم العسل، واش توحشني كبرى، خليت بلاستك غدوة تجي كلثوم. هاي هيك نعاودوا من الاول اللي دخلوا توا، ايش حطينا من الاول؟ حطينا درا، فيرينا، جلجلي، الفاكهه نتاعنا اللي هي متكونه من زوزه، لوز احمر، بيستاش، لله الحمد رسول الله، جلجلي حطينا. سينا حط اللي تحب الفاكهه. اي اللي تحب، روح شميه، شور البرتقال، خميره، خميره جاتو، هذوما النواشف نتاعنا، رحينه تمر مع الحليب والعسل. رحينة تمر مع الحليب والعسل يا عسل. طلعنا شوية العظم نتاعنا، طلعنا شوية العظم نتاعنا جست نخلطه وكها اوكي بيه. لهنا باش نزيد شوية الزيت نتاعي. بسم الله. زيت زيتونة زيت عادي يا بومبك. ايه كل شيء اليوم بيو. خلينا نصوروا الغسيت. اي صوروا الغسيت. اي اهي عملوا لها كابتو. بونسوار هجوره، مرحبا فتون العسل، اهلا بالزين، مرحبا بك يا سهيله. كيفاش عرض التبني الجمعه هذه؟ عرض التبني بجمعه هذه تبعث ميساج على الباج، تطلب الريب تاع بنك تجاري، تعمل لنا غسو 250 دينار، دخلوك في عرض التبني اللي هو ندخلوك في لي فورماسيون تاعنا بكل اونليني، أكثر من 65 فورماسيون، وأي فورماسيون جديدة تولي تدخل فيها معانا بلاش. باهي، دونك باش ناخذ أنا العظم اللي ركضته شوية، زدت باش نزيد عليه زيت زيتونة، وتوا باش نزيد عليه. زدناه الزيت، الحليب والتمر، والعسل. اللي خبزة دراع ملكي. وي. ألف سلامة عليك هجورة، وبعد الشر عليك، عايشك يا أمولة. نبي ودتكم بيها هجورة. مافو مدام، يعيشك يا وسيلة. سهلة على الأخر ماهيش صعيبة راهي. سهلة على الأخر. فيها حتى شيء. سلام، وش رايكم تديروا؟ وش رايكم؟ وش رايكم تديروا؟ نديروا في خبزة الدراع. بسم الله. ميلونجيو النواشف نتاعنا مع الخليط. عسلامة يا سمية، عسلامة يا سميرة، عسلامة يا سوسن، بونسوار هجورة الشيف سناء، قلبي قلبي، مرحبا يا وفاء، مرحبا بك. أحسن حاجة في حياتك التبني، سونيا السقلي. شنو هو التبني؟ التبني هو تبعث ميساج على الباج، تطلب الريب تاع بنك التجاري، تعمل لنا فيرسمون 250 دينار، ندخلوك في عرض التبني اللي هو أحسن عرض نتاع فورماسيون اون لين نتاع باتيسيري وكويزين، دخلوك في لي فورماسيون اللي عندنا الكل، بريسك اكثر من 65 فورماسيون، وتولي اي فورماسيون جديده تدخل فيها بلاش. العرض هذا البروموسيون نتاع الجمعه هذه بديت اليوم، اخر نهار نهار الجمعه. السر نتاعنا،
السر الخطير باش اذا تحبها تجي خفيفه شويه، انا والله نحبها حتى مش خفيفه، نحبها من 5 دراع. باهي، اول حاجه ساعه باش نزيدو بسم الله عليك الزهر، باش نزيدو الزهر باش يعطي نكهه، باش يعطي النكهه. ديما يبقى السر اخر حاجه. بالنسبه للاستيوس هذيا اللي باش نقولوا عليها تويكا راهي تمشي مع السنة. خلي ساعه ساعه قبل جماعه التبني وجماعه قلبي يا قلبي، نجموش يطلعوا شنو هو السر الخطير اللي باش يخليها تخف شويه للناس اللي ما يحبوهاش دور. شنو هو السر الخطير قبل ما نقولوا عليه؟ وانا بخي ميدي هجوره توجور او رونديفو. مرحبا ليليا، شبيك لاباس يا هجوره، ربي يحفظك يعيشك يا سلوى. من غير سكر خاطر خدمناها بالتمر، باش تاخذ الحلاوه نتاعها بالتمر، ياسر بنينه وما فيهاش سكر، دونك هيلثي تتسمى. ديك وحشه كبيره. مرحبا يا يسرى يدي، حتى يطلعوا ما تقولهمش. مرحبا يا يسرى لبيبي عسل، ان شاء الله لبيس عايشك يا بيا. والله لو كان تاخذوا التبني توليوا صنفات. يعيشك يا سونيا، الله يمرضك يا هجوره، يعيشك يا فتونتي. به مشمومة اللي في قالت السر هو الكربوناتو، لا ما هوش هذا السر. يسرى لبيب قالت كربوناتو، لا يزيدوا طلعوا. اللي مش طلع السر الخطير من اللي فان نعطيوها التبني بلاش، واللي مش تطلع اللي مش اللي متبني ومش تطلع السر الخطير نعطيوها تهدي التبني لوحده من صاحبتها بلاش. كريم فريش سوسن كريم، لا كربوناتو الهام العلومي، لا. هاي الجمهور، هاي هز علي هز علي. هاي يا سعاد، مش انتي سعاد؟ الكربوناتو سونيا لا، دونك الحليب لا، خاطر الحليب عملناه ديجا ما حطيناهش احنا في الجيل. قالت سامح فطناسي لا، اللي باش تطلع شنو هو السر الخطير اللي يخلي الكيكه الدرا تخف تقعد خفيفه ماهيش رزينه كيما متعوده، هي باش نعطيوها التبني بلاش اذا هي من لي فان، واذا هي ديجا مشاركه معنا في التبني نعطيوها تدخل وحده من صاحبتها في هذا. عاد سيدي رمضان مش احسن كادو برا يجيها التبني؟ التبني اللي هو تاخذ لي فورماسيون تاعنا الكل، اكثر من 65 فورماسيون تتعدى على لي شيف الكل، وتولي اي فورماسيون جديده تدخل فيها بلاش. دونك احسن كادو ينجم يكون توا مازال جمعه على رمضان هو التبني. الكربونات ولا هذه قهوه سوسو جات اللي فان قال لك وين قهوه تانيستي يا سعاد؟ تسامحوني سقطوا. شنو العز وانت العز نراوه مع سوق عصره القارس. لا هاي يا سيدي، دونك هذه المول نتاعي حضرتها، وباش نعمل كعيبات صغار، وهذه الفيش تكنيك نعاود نحطها. مازلنا نستناو في السر الخطير. يا وليدي ما يهزيش شيف منصف مش حاضر، ما يهزيش انتم الطاولة طلعتوا السر. لا 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 يلزمهم يا غرت الهيم. لا لا باهي يا سيدي، كيكة الدراع عندنا 250 غرام دراع مرحي، 150 غرام فارينة، 150 غرام تمر، مغرفة كبيرة عسل، 200 مليلتر حليب، و 150 غرام زيت زيتون، مغرفة كبيرة زهر، ومغرفة قشور برتقال، باك وخميرة مرطبات، 4 عظمات، 50 غرام جلجلان، 100 غرام فاكية مهروشة، 100 غرام زبيب، وشوية روح شامية. روح شامية مش يعطي جو مش نورمال، خاطر روح الشامية البودر مع الدرع راهو يعطي في حاجة واو. الغر الطبيعي قول يا ستي وما نقولش. حتى واحدة ما طلعت، دونك حتى واحدة ما طلعت باش نقولوا احنا، والكادو يقعد اللي هي البروموسيون، ما حنش نعطيو حتى واحدة التبني بلاش. كان البروموسيون هي ديجا في حد ذاتها ربح في ربح، دونك غوسي 250 دينار نعطيوك عرض التبني كيما صحابك الكل. تدخل في التبني اللي هو في اكثر من 65 فورماسيون لي سبيسياليتي الكل ولي شيف الكل، وتولي اي فورماسيون تدخل فيها بلاش. ام بدر الدين لا خليت خل، لا خليت كريم هذيك، لا خليت خارص. ام بدر الدين قريب تقول لك ماعرفش شنو مغرفه زبده. لا 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 اي سايب، باش نقولوا على السر الخطير.
ما طلعت واش السر الخطير. دونك وصلنا لهنا توا باش نحطوا السر الخطير اللي هو شنو يا شيف سنة؟ اللي هو مغرفة ناباج. اللي هو مغرفة ناباج. مغرفة ناباج نوتخ ماذا بيكو ألا ناباج حتى منكه ما يقلقش. فانواز. أي فانواز به. دونك مغرفة ناباج نجم تعملها في الكيك نتاعك الكل راهي تخفف على الاخر ما تخليش الكيك نتاعك يجي شيح مرصص وإلا سكر انفيرتي إذا ما تلقاوش ناباج. عسليمه يا سوسن عسليمه عسليمه يا لبنى به. دونك مغرفه ناباج والا مغرفه سكر انفيرتي به هذه باش تعطي خفه مزيانه برشا في الكيك نتاعنا ولو ان انا حتى مش خفيف نحبه. دونك هو هيلثي وفيه هذا مش شيء الكل ناكله هو رزين ما يقلقش. ليه طريقه نصب الكيك نتاعي في المول. المول نتاعي مدهون بالزبده معمول بالفرينة. المول مدهون بالزبدة ومعمول بالفرينة. مانيش باش نطلع فيها برشا نحب نعمل تاع البيت الصراط باش نعطيهم حتى لك الصغيرات في العشية كي جوعوا اللي ماهمش صايمين اللي اشترنا ينسيهم خاطر هو صايم. الريحة ما نحكي لك إيش كل شيء مخرج ريحة حاسيله والله مش نورمال. نعبيو دو تشير نتاع المو سوس انا كده قالت لك عرفت ما حبيتش نقول يا سوس عرفت اللي انت عرفت ما حبيتش تقول اصلا انا خفت لان انت تقول لهم على السر تحققنا الفيلم. قهوه بنينه مريم اف اس كريم نحب ندخل في التبني به. يا مريم كريم ابعث مساج توا على الباج اطلب الريب تاع بنك التجاري اعمل لنا فيرسمون في بنك التجاري 250 تصور الغسو ندخلوك في عرض التبني خليك تدخل للعالم نتاعنا او كنتو يحكيو لك عليه اصحابك العالم نتاعنا. عرض التبني هو فيه لي فورماسيون نتاعنا الكل اونليني اكثر من 65 فورماسيون ومن بعد تولي اي فورماسيون تدخل فيها معانا بلاش. هذه ما تجيش على البال قالت لك منال الجمي. السر هو عسل النحلة في عوض السكر. اي ذيك قلناه ديجا يا نهى قوبع عسليمة هجورتي ولي شاف شنو تعملوا مريم تعملوا في كيك تدرا مزيانة ايدي سحور مع كيس حليب تاخو ترانش مع كيس حليب ما نعرف ايش المعلومة يعطيك الصحة هجورة عيشك يا سونيا خميخم صحة وفرحة. اي ملعقة نفاج يا حنين هجورة يا عسلة ما شاء الله ان شاء الله رمضانك مبروك يا احلى ناس يعيشك يا سلوى مكني عسلامة يا هجورة مرحبا يا امنة هجورة بالله قلي اي قلك يا سمحة بتاو يعملوا في الفازات قالوا لك زعمة تجيب لينا كيما خبز البرتقال تاع الشيف هيا جربوا خلينا نشوفوا حتى مش لهنا الشيف حتى مش هنا عنده أهل عنده شكون حاضر في بلاصته مش يحبوا يعملوا لي تراك عرفت احلى واقوى عرض هو عرض التبني عايشك يا اموله نحكي لكم حاجه دونك هنا الرشو الفاكهه نتاعنا هي باش تجي بنينه اما ماهيش باش تجي ابن منكم انتوما وما هيش باش تجي من ابن من خبز ما يسيلش ماهيش باش تجي ابن من خبز فك علينا ما عندش شيء فهي سايب علينا من حس ما نجبدوهش وهو غايب غير ما يجينا غدوه اوه بفريوه وزوزه وجو شيء كبير شيء كبير راهي هجورة قديش مريضة وقديش تعبة ما عندكمش فكرة وواقفة اليوم باش نعملكم اللايف بصراحة شابو ليها خدمنا في السنتر وخدمنا في الأونليني وعملنا الجروب تاع لوزونترومي شيف طيب عمل لهم الفريزيي وفيزيتي وعملنا كل شيء باهي لله هذيا تي هجورة بربي وين نبيعو ماتريال حلو إجا على البريفي فما سوسيتي هجر بن حمودة تنعطيوك وين نبيعو الفورماسيون فيها اتيستاسيون معترف بها بيان سور اي هذه الطيب على 160 درجة ساعة غير با الطيب على 160 درجة ساعة غير با الطيب على 160 درجة ساعة غير با بعد نحلو لكم لايف صغير ونوريوه لكم ماهي
نجم تحط شويه شاميه في عوض روح الشاميه، اما عندنا روح اي احنا ديجا بدينا نعملوا حاجه هيلثي راه نحينا السكر، شاميه تعرفوا اللي فيها كونتيتي كبيره من السكر دونك نحيناها وخلينا روح الشاميه. اما اذا باش تعملها ماهيش هيلثي تنجم زيدها تحط طرون الشاميه وتجي واو زيدها. اي سيدي هذه توا باش نستناوها حتى طيب، بعد نحلو لكم لايف صغير نوريوه لكم الريزولتا والخفه ومعاها قهيوه ونعملوا امبيونس بعد في العشيه مخر تو ممكن نحل لكم اللايف من الدار على خاطر تو الجماعه الكل مشي يروحوا ما نجموش نستناوها ساعه غير بو حتى طيب تو في الليل نحل لكم ونزيد نحكي لكم على اللوفر نتاع البروموسيون نتاع تبني الجمعه هذه ونحكي لكم على اللي باك جدد اونلاين حاجه ياسر واو برشا مفاجئات برشا مفاجئات زيدا في السنتر دون بعد في الليل نحلوا لايف ونقعدوا نحكيوا شويه ونوريكم الريزولتا مع المهجور. عايشك يا كنز ربي يبارك لها ديما تخمم فينا. عايشك يا سونيا اللي ما دخلش للتبني يدخل توا توا والله راهو حاجه واو وبلاش فلوس. يعيشك يا سموحه هجورتي العسل. يعيشك يا حنان ربي يشفيك يا هجوره الشفاء لا يغادر سقمنا. يعيشك يا تريو فيغ نجم نعمل توا من كوموند العيد تاع البشكوت ونشام توا لا زيد شويه عاد البشكوت وزيد على الاقل مع فوت جمعه تاع رمضان وبدا اخدم بشكوت للعيد. ربي يبارك لك يعيشك ما شاء الله على خبز تدرى. عايشك يا فريدة لطف عليك يا روحي هجورتي. عايشك يا حنون عايش وحدك هجور. عايشك يا فتون روسيت هذي تعمل مول كبيرة هي تعمل روسيت هذي باتسانك تعمل مول باتسانك. احنا قسمناها باش نعملو كعيبات صغار للتصوير ما شاء الله عليك هجور ربي يحميك ويوفقك. يعيشك يا مشمومة جو بارتاج افيك بليزير. حاسيلو اي بارتاجيو هاللايف هذيا الصغير. انا خرجت لكم باش نعمل لكم هالكيكة الدرا هذيا تعاونكم في ليزيدي نتاع السحور قهوة العشية زادة وللصغيرات كيما قالت سنة. وهاكا حبيت نقول لكم اللي مدت لكم العرض نتاع التبني يبدا البروموسيون من اليوم اخر اجل بالنسبة للبروموسيون نتاع الجمعة هذي من الجمعة هذي من الجمعة هذي دونك اخر اجل هو نهار الجمعه اللي هو الفوندي. تبعث جوست ميساج على الباج تطلب الريب تاع بنك التجاري سوسيتي هاجر حموده نعطيوك العرض نتاع التبني اللي هو ندخلوك في لي فورماسيون الكل اونلاين اكثر من 65 فورماسيون وبعد تولي اي فورماسيون جديده تدخل فيها معنا بلاش وتعدى على اللي شاف الكل. هاي سيدي توا باش نسكروا بارتاجيو اللايف وطولوا تلقاوا من بعد في العشية مخر ولا في الليل وريكم الريزولتا ونزيدوا نحكيوا على البروموسيون وعلى لي باك اللي عنا جدد. يلا باي باي.